حدث غير عادي بالمملكة العربية السعودية قدر أنه يخطف العالم بعملية تسويقية مبهرة اعتمد رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ. وبتغريدات متواصلة على منصة اكس قدر آل الشيخ انه يحقق اهم نجاح بالعملية التسويقية اللي دار بنفسه وتفاعل مع كل شخص نشر صور ومقاطع فيديوهات مصورة امام مرور الطائرات السعودية العملاقة بجين بوبرن. وهذا تفاعل كبير ضم مختلف الفئات العمرية وشفنا كبار وصغار ونجوم عم يتفاعلوا من خلال استخدام هاشتاغ طياراتنا وين وصلت مع الاشادة بالحملة. هالصور اعتمدت بشكل أساسي على إظهار الماضي والحاضر السعودي من خلال تبيان الجمل قديماً وحضارة الطائرات انسجاماً مع رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 2030. وإلى جانب التفاعل الفردي كانت لافتة الصفحات السعودية اللي خصصت للصور الإبداعية ومنها ما أظهر بن سلمان يعمل وخلفه الطائرة براً كدليل على أنه القصص الناجحة دائماً تبدأ برؤية تبنى على مكامن القوة. وبعد ما وعد تركي آل الشيخ الفائز بالحصول على سيارة فاخرة كجائزة رفع عدد الجوائز ونفذ الوعد وقدمت الجوائز للكثيرين منها للعسكري اللي قدم التحية أمام مرور طائرات المملكة وللمسن اللي قدم التحية وللأطفال الحاملين طائرات للطيران السعودي أيضا ولشباب لبسين الزي العربي التقليدي ومسن سعودي رقص عند وصول الطائرات وغيرهم. وهيك بيكون تركي آل الشيخ ابتكر فكرة تسويقية تفاعل مع أهالي السعودية على منصة إكس بالرغم من تفاعل المحطات التلفزيونية مع هالحدث.